لتكون رحلتك الجمركية أفضل، قمنا بتأجيل دفع الرسوم الجمركية للمستوردين لمدة 90 يوماً من خلال فتح حسابات التسهيلات للعملاء، ويتم بموجبها تأجيل دفع الرسوم الجمركية المستحقة، رد الضمانات البنكية والاستعاضة بالضمانات المؤسسية، بقبول الضمان المؤسسي بدلاً من الضمانات البنكية صادر عن الشركة الراغبة بالحصول على هذه الميزة، خدمات التخليص المسبق قبل وصول الشحنة، وذلك بتخليص البضائع قبل وصولها لتوفير الوقت والتكاليف على الشركات. خدمات التخليص الذاتي تتيح للشركات تخليص شحنتها بنفسها من دون اللجوء إلى مخلص جمركي. ترخيص المستودعات الجمركية بدون رسوم، بإمكان الشركات الآن إصدار رخصة مستودعات جمركية دون الحاجة إلى دفع رسوم الترخيص، وبإمكان الشركات تنظيم بيانات الإيداع والإخراج من المستودعات دون الحاجة إلى دفع رسوم الخدمات. التمديد في فترة الترانزيت من 3 إلى 5 أيام، بإمكان الشركات نقل شحناتها وفق وضع الترانزيت الجمركي بمهلة تصل إلى 5 أيام. إلغاء رسم رد التأمين الخاص بالإدخال المؤقت، الاكتفاء باستيفاء رسم خدمة وقدره 50 درهماً، نظير خدمة رد التأمين عن إعادة تصدير البضائع المدخلة تحت وضع الإدخال المؤقت.